هذا هو مشهد بسيط من آخر نزاع مسلح بمنطقة القرمة شمال البصرة، وهذه أثر الرصاص الذي اخترق جدران بوابة البصرة، كما هو الحال بالنسبة لمنازل دور الأساتذة التي وجدنا فيها صعوبة الحصول على متحدث عن الأضرار الناجمة من سلاح العشائر المتنازعة. مشاهد تولد مطالبات مدنية ومناشدات للوجهاء بضرورة الاحتكام للغة العقل من أجل فرض الأمن في محافظة البصرة. احنا نطالب رؤساء العشائر ان يقفوا معنا، وقفوا معنا في ضد الفاسد، ضد القاتل، ووضعوا ايديكم بدينه. يعني انتم اذا بيناتكم هيك قتال، واحنا من ندعوكم كناشطين وكاهالي، يعني حاسه من اهالي البصره، من ندعوكم ضموا رؤوسكم. هذه الصور وكأنها من أرض المعارك بين بلدين لا عشيرتين، ولدت تساؤلات إعلامية حول جدية العمليات الأمنية وتصريحات القادة المعنيين بخصوص السيطرة على السلاح المنفلت. أما أن تكون حملة الوعد الصادق هي حملة دعائية لا أكثر، أو ربما هذا السلاح هو سلاح محمي من جهات سياسية وحزبية، وبالتالي لا تستطيع أن تقوم بسحبه القوات الأمنية، أو هذه القوات الأمنية ضعيفة غير قادرة على بسط سلطة الدولة في أهم مدينة اقتصادية في العراق بل حتى في العالم. ما هو واجب الأجهزة الأمنية إذا كانت لا تستطيع ردع مثل هكذا مظاهر في مدينة تعتبر هي مدينة اقتصادية، هي بوابة العراق، مدينة جاذبة للاستثمار والإعمار؟ كيف يمكن لنا أن نصدر البصرة أو نتحدث عن محافظة البصرة هذه المدينة الجاذبة وهناك نشاهد اليوم اختراقات أمنية إن صح التعبير كبيرة؟ آراء إعلامية شعبية مدنية في البصرة تتحدى الجهات الأمنية بسؤال بسيط: هل أنتم قادرين على إنهاء الخلافات المسلحة بشكل كلي؟ وتبقى الإجابة معلقة كما هو الحال منذ 15 عاما. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.